نرقي الشرعي يحتاج للتقنين، موضوعه يحتاج إلى التقنين والتأطير والتنظيم والتطهير، نعم لا ننكر، لكن أن نعمم وأن نقول أن الرقية الشرعية أنها مفسدة، الرقية الشرعية ليست مفسدة، هذه حرب على الإسلام والمسلمين، هذه ليست حرب على الرقية الشرعية. الرقية الشرعية كبيرة وغنية متعالية بفضل الله عز وجل، فحبذا لو أن الميدان يتقنن بالرقاة المخضرمين وبرئاسة المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه صاحب المهابة والجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبإشرافه كذلك وأيضا على وزارة أوقاف الشؤون الإسلامية، هما اللذان عليهما أن يقنن الميدان.